هناك جنازة كل ساعة ونصف، لقد دفنا 50 جثة خلال 48 ساعة الماضية. هذه التصريحات لمدير المقابر العسكرية الصهيونية. تحية لكم مشاهدينا الكرام. التغطية مستمرة من يمن شباب العدوان الصهيوني البربري على قطاع غزة. عسكريا، كتائب القسام تعرض فيديو جديد اليوم للإجهاز على دبابات ومدرعات الجيش الصهيوني، وهناك انسحاب لآلية الاحتلال من منطقة عسقولة والصبرة والثلاثيني في محور جنوب شرق مدينة غزة. وجيش الاحتلال اعترف أيضا بمقتل 11 جنديا وضابط خلال أقل من 24 ساعة، والعدد الإجمالي حتى الآن 63. إنسانيا مشاهدينا، حصيلة الشهداء حتى اليوم 13,000 شهيد، منهم 5,500 طفل و 3,500 امرأة. حرب المستشفيات ما زال مستمرا، وما زال مستشفى الشفاء محاصرا حتى اللحظة، والقصف الهستيري على المدنيين على امتداد القطاع ما زال مستمرا. إذا نتابع آخر التطورات بمعية ضيوف في حلقة الليلة. ينضم معنا هنا في الاستوديو السيد يونس أبو جراد، الصحفي الفلسطيني المعروف. مساء الخير سيد يونس. مساء الخير. أشكر تواجدك معنا. كما ينضم معنا أيضا مباشرة عبر سكايب السيد عاطف الجولاني، المحلل السياسي المعروف. مساء الخير سيد عاطف. مساء الخير. وحضرتك طبعا عضو الأمن العامة في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، تحية لك يا سيدي. اسمح لي أبدأ بالسيد يونس. لو بدأنا بعيدا عن الوضع الإنساني قليلا، دعنا نتحدث أيضا عن الإنجازات العسكرية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية على الأرض. حتى اليوم سندخل الشهر الثاني تقريبا من هذا العدوان البربري والهستيري على القطاع، وليس هناك أي إنجاز بالنسبة للعدو عسكريا. نتابع المقاومة، هي من تتقدم وهي أيضا من تمسك بزمام المبادرة. بالنسبة للداخل الإسرائيلي، ماذا يعني عدم تحقيق أي إنجاز عسكري حتى اليوم؟ في الحقيقة هذا ما يقوله متى تتفضلت به. أنا أولا شكرا لك أستاذ أماني، شكرا على هذا البرنامج اليومي غزة تقاوم. ما تفضلت به هو أمر يتحدثون به يوميا تقريبا في تعليقاتهم في البرامج التلفزيونية وغيرها، من أن انكسارا ما لم يحصل لدى المقاومة الفلسطينية، يعني وتيرة أعمال المقاومة الفلسطينية ميدانيا أو من ناحية إطلاق دفعات من الصواريخ إلى تل أبيب والمدن المحتلة لم تتوقف، ولم يلحظ الاحتلال انكسارا حقيقيا حدث في حركة حماس أو كتائب القسام أو أداء المقاومة إجمالا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هو أن الأعمال المقاومة اليومية تؤشر إلى عدم حدوث هذا الانكسار. يعني هم يوميا حتى ولو كانوا لا يعترفون مباشرة بذلك، لكن على ما يبدو بأنهم يضطرون في النهاية للاعتراف، وخاصة بعد أن تصدر المقاومة فيديوهاتها اليومية. صحيح. كما اعتدنا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كما تفضلت في المقدمة قبل قليل، هناك من الداخل تسريبات وتصريحات حول أعداد القتلى الكبيرة، وهذا ما لا يستطيع الاحتلال إخفاؤه يعني حتى أمد بعيد. ولذلك كل المؤشرات تعطينا يعني جملة إجمالية، هو أن هذه المعركة من الناحية العسكرية عندما بدأ القتال الحقيقي بين قوات الاحتلال المتوغلة المعتدية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وبين المقاومة الفلسطينية بصفة عامة وكتائب القسام بصفة خاصة، لاحظنا أن القتال أخذ بعدا يعني بعدا كبيرا من ناحية الخسائر للعدو الصهيوني، واستبسال واضح للمقاومة الفلسطينية. صحيح. لأن ما كل ما جرى منذ يوم 7 أكتوبر وحتى اليوم، نحن في اليوم 44، يعني في نهاية اليوم 44 من الحرب العدوانية النازية، نحن نتحدث عن عمليات قتل كان يقوم بها جيش الاحتلال فقط. صحيح. لكن عندما بدأ القتال على أرض الواقع من خلال توغل الدبابات في بعض المحاور، شاهدنا كيف كان القتال. ونحن نتكلم اليوم عن إحصائيات غير رسمية مما نشر في الإعلام وعلى لسان كتائب القسام. نتكلم تقريبا عن 260 آلية ما بين تدمير جزئي وتدمير كلي. نتكلم. صحيح. عن أعداد قتلى كبير من الجنود، بالإضافة إلى أعداد الإصابات التي بالمناسبة لا يعلنون عنها. يعني الآن نحن لا نسمع في الإجازة العسكري اليومي للناطق باسم الجيش عددا من الإصابات مثلا أو الجرحى، لا يتكلمون يعني عن ذلك. قبل قليل تقريبا قبل ساعة أعلنوا عن وفاة يعني جنديين فقط يعني. نعم. آخرين، لكن الأعداد بالنسبة للإصابات لا يعلنون عنها. أعلنوا في أوقات سابقة وكان العدد كبير جدا، وعدد الإصابات الحرجة كانت أيضا كبيرة، فاقت 100 إصابة. فيعني حتى فيما يتعلق بعدد القتلى، طبعا
نحن نعرف أن الاحتلال منذ 75 سنة يكذب كما يتنفس، وبالتالي لا مصداقية له، وقد انكشف كذبه في أقل من 44 يوم عندما تحدث عن إحراق جثة وما إلى ذلك، وتبين أن طائرات الاحتلال هي التي قامت بهذه المجازر، والدبابات الاحتلال هي التي قصفت منازل المستوطنين في تلك المستوطنات التي اقتحمتها كتائب القسام، والتي كان هدفها مباشرة الاشتباك مع فرقة غزة في وحداتها المختلفة، وكان هذا الهدف قد تحقق بنسبة 100% من خلال تدمير هذه الفرقة. نعم. وإخراجها من الخدمة. ونحن نتابع طبعا هذا الفيديو لكتائب عز الدين القسام وما يحققونه من يعني إنجازات على المستوى الميداني والعسكري. سيد يونس، أنتقل السيد عاطف الجولاني. سيد عاطف، بهذه النقطة كما تحدث سيد يونس قبل قليل، وتيرة الأعمال العسكرية بالنسبة للمقاومة العسكرية لم تنكسر خلال يعني أكثر من شهر حتى اليوم، ويبدو المقاومة هي من تمسك الآن بزمام المبادرة على الصعيد العسكري. أيضا لافت أيضا هناك الاستيلاء على المقتنيات وممتلكات العدو من قبل المقاومة الفلسطينية. أيضا ما دلالة ذلك؟ كانت هناك إذن اشتباكات من مسافة صفر وانتصرت المقاومة الفلسطينية حاليا. أيضا ما تأثير ذلك يعني على الروح النفسية والمعنوية للعدو وكذلك على الداخل في إسرائيل؟ نعم، من الواضح يوم أمس واليوم يعني كان حجم الخسائر مرتفع مقارنة بالأيام السابقة. اليوم كان استثنائيا بكل معنى الكلمة، كان داميا بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن يعلن من قبل المقاومة عن تدمير 29 آلية خلال 24 ساعة. هذا رقم هو الأعلى حتى اللحظة منذ بداية الحرب البرية. في تقديري الجانب الإسرائيلي يواجه مأزقا متزايدا. إذا نظرنا إلى الوضع على الميدان نلاحظ أن الأداء المقاومي يتصاعد خلال الفترة الماضية، كل يوم ربما يكون أعلى من اليوم السابق. والجانب الإسرائيلي كما أشار ضيفك يعني حتى اللحظة لم يحقق إنجازا يستطيع أن يقدمه للجانب الإسرائيلي، لم يستطع تحرير أي أسير من الأسرى الإسرائيليين، لم يستطع أن يعتقل أن يبث صورة اعتقال لمقاوم أو صحيح. أن يصل إلى قيادي عسكري كبير من المقاومة، ولذلك لديه أزمة، وهذه الأزمة تظهر بشكل واضح وجلي في المؤتمرات الصحفية للقادة الحرب سواء كان نتنياهو، غانتس، وغالانت وزير الدفاع. من الواضح أن هناك مأزق لدى الجانب الإسرائيلي يؤثر في معنويات الإسرائيليين. هذه الصور التي تبث عبر شاشات الفضائيات هي بالتأكيد تصل إلى الإسرائيليين، وما ذكر حول الأرقام يعني صحيح المقاومة لأنها حريصة على المصداقية وهي تتفوق في مصداقيتها الإعلامية، هي تتحدث عن عدد الآليات ولم يصدر أي تشكيك من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة في عدد الآليات التي تتحدث عنها المقاومة. لكن المقاومة تتجنب الحديث عن عدد القتلى لأنه ليس لديها معلومات دقيقة، وإن كانت تقديراته أن العدد أكبر بكثير. بالإحصائية بالأرقام التي أشار إليها مسؤول إحدى المقابر، إذا كان المعدل الذي ذكره 25 قتيلا في اليوم فلك أن تحسبي خلال 44 يوما، إذا أخذنا هذا المعدل نتحدث عن حوالي 1100 قتيل. الأعداد بالتأكيد أكبر بكثير مما يذكر الجانب الإسرائيلي. في تقدير مصداقية الجانب الإسرائيلي لدى الحالة الإسرائيلية يعني أعتقد هناك تشكيك في مصداقية الجانب الإسرائيلي، ولذلك إذا أردت أن ألخص المشهد بعد شهر ونصف من هذا العدوان، أنا في تقدير الجانب الإسرائيلي لم ينجح إلا في استهداف المدارس، المستشفيات، دور العبادة، في تدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، في تهجير السكان. وهذه صورة ليست مشرفة للجانب الإسرائيلي، وهذا حقيقة ليس إنجازا. المقاومة من الواضح أن الجانب الإسرائيلي اختار أن يدخل من المناطق التي اعتبرها سهلة ورخوة، ولكن في الأيام الأخيرة حين اقترب من الزيتون وجباليا والتفاح، ربما هذه المناطق التي يعني فيها كتائب مركزية للقسام، من الواضح أنه خلال الأيام القادمة إذا أردنا أن نخرج بمؤشر لما جرى في اليومين الأخيرين، نعم. أعتقد إذا ذهب بهذا الاتجاه نحو هذه المحاور الجانب الإسرائيلي، في تقديري مستوى الخسائر، حجم الخسائر سيكون أكبر، والمعنويات الإسرائيلية بالتأكيد ستتراجع خلال الفترة القادمة. إذا سيد عاطف كما تحدث يعني العدو يعيش أزمة ومأزق حالية، ولم يستطيع أن يحقق أي انتصار الآن بعد مرور شهر ونصف. سيد يونس، ما الذي
يجري يعني حاليا، عجزوا حتى عن يعني تحقيق انتصار ولو حتى يعني القبض ربما يعني على مقاوم او حتى عرض شيء، ما الذي يحدث؟ لن يستطيعوا. ساقول لك شيئا وهو ليس سرا استاذ اماني، انا من غزه وحضرت معظم الحروب في قطاع غزه، ربما هذه الحرب والتي كانت في 2021 لم احضرها، لكن حتى يتسنى له الوصول الى اهداف يجب ان يترجل، والترجل يعني النهايه بالنسبه له. هو اصلا حتى الان خشية، وكما تفضل الأستاذ عاطف حتى هو قال أن مفاجأتي ستكون للمقاومة، ستكون هناك اقتحام أو اجتياح بري مفاجئ، فجاء من منطقة الغرب التي اعتقد بأنها منطقة رخوة وأقل، هي فعليا من ناحية الجغرافيا منطقة مكشوفة، وساحل المتوسط هو الذي من الجهة الغربية بالنسبة لغزة، ومع ذلك إذا كانت العملية البرية قد بدأت في 27 من أكتوبر، فوصل الشفاء مثلا أعتقد في يوم 14 نوفمبر تقريبا، يعني نحن نتكلم تقريبا عن أكثر من أسبوعين حتى تسنى له الوصول إلى الشفاء، وكانت هناك معارك ضارية جدا في منطقة توام وغرب شمال غرب بيت لاهيا وكذلك في منطقة الشاطئ. المسألة ليست سهلة، حتى يستطيع أن يفتش عن أسراه وحتى يستطيع أن يصل إلى فوهات الأنفاق ويبدأ بعملية تمشيط حقيقية يحتاج إلى ترجل. كيف يترجل والشباب اليوم في الفيديو رأيناهم يذهبون إليه في مستشفى الرنتيسي؟ صحيح. يعني هذا الذهاب إلى مستشفى الرنتيسي يعني إنه أبناء الأرض الأصليين هم الذين يستطيعون التحرك لأنهم أبناء الجغرافيا ولأنهم الأقدر على معرفة أزقة المخيم وأزقة المدينة، حتى لو كانت قد تدمرت تماما لكن ما زالوا هم الأقدر على معرفتها وعلى السير فيها على أقدامهم بشكل ثابت. فدخلوا لهم في المستشفى الرنتيسي، وهذا يحيلنا إلى موضوع آخر. أنت ذكرت في البداية الحديث عن حرب المستشفيات، يعني هذا الكيان أو هذا الجيش الذي كان يقول عن نفسه، كان يقول أنه لا يقهر وقهر في 7 أكتوبر ويقهر الآن في قطاع غزة، قال بأن هذه المستشفيات هي أماكن سيطرة وتحكم ولا أعرف ماذا لحماس أو لغيره، وتبين أنه هو الذي يتخذها الآن ثكنات عسكرية ويتخذها من أجل الانطلاق. طب ترجل إلى الخارج؟ لا يترجل، فذهب إليه الشباب في الداخل وأجهزوا على الجنود ورأينا معداتهم. فمعادلة أن يستطيع الترجل أو التقدم هذه تحتاج إلى شجاعة، والشجاعة غير متوفرة عند هؤلاء الجنود المهزومين نفسيا، لأنهم يدخلون قطاع غزة تحت غطاء كثيف جدا من الطيران وفي أرض محروقة. يعني أنت تلاحظين أن الطائرات تقوم بعمل جبار جدا قبل دخول الدبابات، وأي هدف يعتقدون بأن هناك حركة ما في أي هدف، منزل أو عمارة سكنية أو ما إلى ذلك، يطلبون من الطائرات مباشرة أن تقصفه. فحتى الآن نستطيع أن نؤكد بأن الميدان لأهل البلد ولأصحاب الأرض الذين يستطيعون الحركة سيطرون حاليا بلا شك. وهذا يعكس شيء آخر مهم جدا في المعادلة، هو أن هؤلاء العناصر التي تتحرك بهذه الثقة وبهذا الثبات وبهذا الاحتراف في العمل، خلفها غرفة عمليات، غرف تحكم وسيطرة قوية وثابتة، وتستطيع يوميا أن تكبده هذا النوع من الخسائر. وكما قال الأستاذ عاطف، حتى المقاومة عندما تعلن ومن باب الدقة تقول استهدفنا 29 آلية مثلا بين تدمير جزئي وكلي، لا تقول دمرنا كليا، ولا تأخذنا في خطاب إعلامي أو عاطفي بعيد عن الحقائق الواقعية، هي تستهدف وتقول إما كلي أو جزئي. على أي حال إذا استهدفت الآليات بهذه الطريقة فمعناها أنها خرجت من الخدمة، ومن فيها أيضا تضرروا وخرجوا من الخدمة. صحيح. طيب سيد عاطف، انطلاقا من حديثك أنت والسيد يونس قبل قليل، يعني ما سبب هذا التخبط حاليا وعدم وجود استراتيجية حاليا للعدو؟ هل تفاجأوا بحجم يعني هذه القدرة بالنسبة للمقاومة، هذا التنظيم، هذا التنسيق حاليا وهذا الصمود حاليا؟ يعني أكثر من شهر والمقاومة هي المتمسكة الآن وهي ماسكة زمام المبادرة حاليا وهي متحكمة الآن في المعركة. بالتأكيد هناك حالة تخبط. الجانب الإسرائيلي دخل إلى قطاع غزة، دخل الحرب البرية بخطة متطورة، بمعنى هو تقدم وإذا أتيح له المجال سيذهب باتجاه الاجتياح الشامل لقطاع غزة. الأمر مرتبط بالأداء في الميدان. اليوم بعد 44 يوما مستوى التقدم الذي حققه الجانب الإسرائيلي محدود جدا، وإذا أردنا أن نقيس على حجم ما أنجز خلال شهر ونصف فلنا أن نتوقع عن المدى الزمني كم يحتاج الجانب الإسرائيلي
ليسيطر على مساحات واسعة، ليسيطر على قطاع غزة. أصبح هذا الهدف يعني هدف أقرب إلى المستحيل وربما يكون غير متاح. الجانب الإسرائيلي بدأ بسقف أهداف مرتفع، هو بالتأكيد كان في موقع رد الفعل الذي بدأ هذه المواجهة، الذي كان لديه عنصر المبادرة هو المقاومة، وبالتالي الجانب الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى كان في موقع رد الفعل. حالة الارتباك، حالة التخبط، حالة التردد واضحة في أداء الجانب الإسرائيلي. عنصر المفاجأة كان في 7 أكتوبر، وفي تقديري في كل يوم هناك مفاجأة من المقاومة للجانب الإسرائيلي. هو لديه تقدير أنه ستكون هناك خسائر، لديه تقدير بأن حركة حماس وكتائب القسام لديها إمكانات قوية، وهذا كان واضح قبل أن تبدأ الحرب البرية. لكن هل كان بالمستوى الحالي؟ كما قلنا بدأ بالمناطق السهلة، فكانت المقاومة بالشكل الذي تابعنا، ولذلك اليوم في تقديري الخيارات أمام الجانب الإسرائيلي ستكون صعبة. إذا أراد أن يمعن ويمضي قدما في هذه العملية، إذا أراد أن يوسع من مساحة انتشاره في قطاع غزة مزيد من التوغلات، هذا يعني مزيد من العمليات، يعطي فرصة أكبر للمقاومة للاشتباك ولإيقاع الخسائر. طيب هل يتقدم؟ هل يبقى في مكانه؟ كم يحتاج من الوقت ليحقق الأهداف؟ لديه مشكلة، هناك جرأة عالية. اليوم حقيقة اليوم كان مميز، استثنائي بكل معنى الكلمة، استثنائي من حيث حجم العمليات التي نفذت من قبل المقاومة، الآليات التي دمرت، وليس الأمر فقط آليات. اليوم يعني كانت عمليات نوعية، استهداف لتجمعات الجنود، صحيح. مستشفى الرنتيز، هذا تطور. اليوم دخل الاستشهاديون كسلاح جديد في المعركة، 3 استشهاديين دخلوا في مستشفى الرنتيسي، وهذه ربما تكون العملية الأولى خلال هذه المواجهة يبدأ استخدام الاستشهاديين، وبالتالي يبدو أن الجانب الإسرائيلي أمام كثير من المفاجآت. المفاجأة الأخرى اليوم، وفي تقديري أنا قلت هذا يوم مميز، مميز منذ بداية المعركة، نستطيع أن نقول اليوم أن المواجهة ربما اتسعت ولم تعد فقط في ساحة الطلب. نعم. اللبنانية اليوم أعلن عن 15 هجوما من الجبهة اللبنانية على الأهداف الإسرائيلية، وأما احتجاز السفينة من قبل أطراف يمنية، أعتقد هذا تطور مهم جدا سيكون له تأثير على مجريات المعركة والمواجهة خلال الفترة القادمة. يعني نحن نتمنى أن يكون يعني تأثير إيجابي سيد عاطف، نحن لا نثق بهذه الجماعة الإرهابية، ولكن نتمنى أن يكون يعني نيتهم للقضية الفلسطينية يعني جيدة. عموما سيدي ابقى معي، يتحول السيد محمد أبو عبيد مراسلنا من قطاع غزة للوقوف على آخر التطورات الميدانية. نرحب بك محمد، مساء الخير. محمد بكم. تحية لك. إذا أنت معنا الآن مباشرة محمد، نريد أن نعرف حاليا هل هناك قصف في الأثناء على قطاع غزة؟ وأيضا من الأهمية بمكان من خلالك محمد أن نتعرف على الأوضاع داخل مستشفى الشفاء، يعني الوضع مأساوي ويزداد مأساويا حاليا، وأيضا من يعطل خروج المرضى العدو حاليا ويبطئ من عملية خروج المرضى من داخل المجمع، أليس كذلك محمد؟ بالطبع الاحتلال هو من يعطل خروج المرضى من داخل مجمع الشفاء الطبي الذي يتواجد به عشرات بل المئات من المرضى والمصابين في مجمع الشفاء الطبي والأطفال الخدج المتواجدين حاليا في هذا المجمع ويحتاجون إلى رعاية ويحتاجون أيضا إلى خروج خارج الوطن للعلاج بشكل أفضل من هذا المتواجد بسبب عدم وجود المعدات والكوادر الطبية في قطاع غزة. معاناة كبيرة يتم الآن يعني خلال اليوم والأمس تم إجلاء عدد من المصابين والجرحى المتواجدين شرق عفوا في مجمع الشفاء الطبي، تم إجلاءهم إلى المجمع ناصر الأوروبي في جنوب القطاع من شمال القطاع. نعم، إذا تم إجلاء. نعم، يعني بحسب الأخبار المتواجدة لدينا ما زال هناك 260 مريض يتواجدون الآن داخل مستشفى الشفاء، هل لديك أي معلومات محمد عن وضعهم الصحي حاليا؟ بالطبع وضعهم الصحي كثير مأساوي جدا،
في ظل هذه الأوضاع العصيبة التي يعيشها المصابين في مجمع الشفاء الطبي بسبب عدم وجود الأطباء والكوادر الطبية التي يعني تساعدهم في هذه الأوقات، عدم وجود أيضا المعدات، عدم وجود الأدوية، عدم دخول الطعام والشراب، عدم وجود كهرباء ويعني اشتغال لهذه الأجهزة التي لربما تساعدهم. نعم يعني محمد وأنت يعني تتحدث نحن نتابع هذه الصور الاستشفاء من الحالة التي يمرون بها، حصار كبير للمشفى ومعاناة كبيرة لمن يتواجد بالمشفى. وأنت تتحدث الآن محمد، يعني ضعنا أيضا في صورة ما نراه الآن مباشرة نحن الآن، وأنت تصور لنا المشهد من قطاع غزة من حيث أنت بالنسبة للوضع الإنساني حاليا وهذه المنطقة، هل هناك قصف حاليا؟ بالطبع أنا الآن أتواجد في مجمع ناصر الطبي، هذا المجمع هو الأكبر في جنوب القطاع، ثاني أكبر مستشفى ومجمع على مستوى قطاع غزة بعد مجمع الشفاء الذي يستقبل أعداد كبيرة من الإصابات والشهداء جراء الاستهدافات المتواصلة على قطاع غزة، أعداد كبيرة في الأقسام والممرات بشكل كبير جدا في هذا المجمع الذي يضم بأقسامه التي كما ترونها يعني المئات بل الآلاف من المرضى والمصابين، معاناة كبيرة أيضا يعيشها من يتواجد بهذا المجمع من النازحين، يعني عشرات الآلاف من النازحين يتواجدون. وهنا سؤالي محمد وأنت الآن يعني محيط هذا المجمع وفي أيضا ساحاته وباحاته كما ترون المشهد معاناة كبيرة. نحن نرى هذا المشهد محمد وأنت الآن تصور لنا على القطاع في ظل هذه الموجة التي مررنا بها في هذا اليوم. طيب. محمد إن كنت تسمعني، كبيرة لأيضا الطواقم العاملة الصحفية في الميدان وطواقم الإسعاف وللنازحين الذين يتواجدون هنا، لا مأوى لهم ولا مكان يأويهم سوى قطع النايلون التي تروها في الصورة ومتواجدة هنا، لا تأويهم ولا تحميهم من برد الشتاء ولا أمطاره في هذه الأيام. نعم يعني أنت كنت تتحدث ونحن نرى الصور حاليا، وأنت الآن كما تحدث محمد متواجد في مجمع ناصر حاليا الذي يحتوي على نازحين كما تحدث، وأيضا المرضى الذي تم إجلاؤهم أيضا من مجمع الشفاء. ما قدرت هذا المجمع حاليا لاستقبال كما تحدث يعني المرضى القادمين من كل مكان؟ هل هناك من مساعدة تقدم حاليا، تدفق المساعدات إن كان لديك معلومات محمد؟ بالطبع هذا المجمع وهذا المستشفى مستشفى ناصر الطبي كان في بداية هذه الحرب الإسرائيلية له القدرة على استقبال عدد كبير من الإصابات، لكن وصلنا اليوم إلى اليوم 44 من هذه الحرب الإسرائيلية وهذه المجازر التي ارتكبها الاحتلال في كل يوم، أعداد الإصابات في الأقسام يعني فاقت الطاقة والقدرة الاستيعابية لهذه المستشفى، فاقت بشكل كبير، بين الممرات وضعوا المرضى وليس في غرف المرضى، أصبحت الآن في ممرات المرور للمواطنين هناك أسرة للمرضى، عدم تواجد أصلا أسرة للمرضى، أعداد كبيرة من المرضى خارج هذا المجمع، يعني معاناة كبيرة أيضا في هذا المجمع الذي زاد الأمر سوءا، وصول أعداد كبيرة ووجود أعداد كبيرة من النازحين داخل المباني متواجدين، هجروا ونزحوا قسرا من بيوتهم من شمال القطاع وأيضا من المناطق الحدودية الشرقية للقطاع بسبب هذه الحرب والاستهدافات الكثيفة على المواطنين، هذا هو الواقع وهذه الحياة. المساعدات والقدرة لإعطاء العلاج للمرضى في هذا المشفى قليلة جدا وضعيفة بسبب عدم دخول المساعدات الطبية والمعدات الطبية اللازمة للمصابين وأدوات التخدير وغيرها التي يتعاملون بها للعمليات. معاناة كبيرة أيضا في يعني عدم دخول الوقود لتشغيل كافة الأقسام والغرف في المستشفى
بسبب عدم دخول الوقود من معبر رفح. المساعدات التي تصل لا تلبي احتياجات المواطنين ولا المرضى ولا النازحين، كميات بسيطة التي تدخل بالنسبة لاحتياجات القطاع. احتياج القطاع يوميا في الأيام الطبيعية ما قبل الحرب كان يدخل إلى قطاع غزة أكثر من 500 شاحنة من البضائع والمساعدات أو المواد الغذائية الأساسية الضرورية والطبية وغيرها، أكثر من 500 شاحنة في اليوم. اليوم 44 يوم يدخل في اليوم 10 شاحنات بعد انقطاع دام أكثر من 30 يوما عن دخولها. لكم أن تتخيلوا حجم الكارثة وحجم الواقع الذي نعيشه. لدينا هنا أحد المواطنين النازحين في هذا المكان وهذا المجمع، معنا أحد النازحين، نود الحديث معه في هذه المشفى ليصل لنا يتحدث لنا عن المعاناة التي يعيشها لنا فيها. معاناة ولنا كل شيء، لكننا أقوياء أقوياء لأن المعنويات عندنا عالية، أقوياء في المدارس، أقوياء في النازحين، أقوياء مع أهل الشهداء، أقوياء مع الجرحى، أقوياء في المدارس، أقوياء في الكنائس، أقوياء في همتنا. الحياة مستمرة والطريق طويل ليكن طويل، والنصر الغزاوي. طب انت اليوم انت موجود بالمستشفى؟ انا كل يوم بنجد في المستشفى او في المدرسه برفع معنويات الناس. طب انت الواقع اللي احنا بنعيشه بعيدا عن رفع المعنويات واقع اليم وصعب، ما في احتياجات، ما في غذاء، ما في ماء، ما في دواء، كيف الناس عايشه وفي المطر هذا؟ حبهم لبعض واحترامهم لبعض، انا شايفهم في العبادات في الصلاه بيغطوا بعض، بيجيبوا بعض مع بعض، بيسموا لهم من بعض، بنقعد لبعض، حيث وجدنا الفرشات لبعض، قويين في النار، بجمع الخشب، بنجمع الخشب مع بعض، بناكل مع بعض، بنفرش مع بعض، بنحكي مع بعض، وبنحكي مع بعض، قاعدين مع بعض، قوتنا هامية. نعم. كما رأيتم هذا أحد المواطنين النازحين هنا في المشفى. نعم. تحدث يعني عن كما يعني تابعنا عن محمد رغم ما يحدث حاليا. نعم. يعني من حصار ومن تجويع ومن قصف حاليا الوضع الذي يمر به من حرب وحصار ودمار ومعاناة وانقطاع للمواد الغذائية والضروريات الحياتية في هذا الواقع. نعم، نشكرك محمد، نشكر تواجدك في مجمع ناصر وكل هذه المعلومات، ونقلت لنا صورة مباشرة من هذا المجمع الذي يحوي يعني حتى الصحفيين المتواجدون هناك ونازحين وكما تحدثت والمرضى الذي تم إجلائهم من مجمع الشفاء. أشكر تواجدك معنا من مجمع ناصر محمد أبو عبيد مراسلنا من قطاع غزة، وكما تابعنا يعني أحد المتواجدين هناك مشاهدين العدو رغم كل ما يقوم به لم يستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني. ومن أهم المكان أن نذكر أن مستشفى الشفاء يعني تم استشهاد 2 من الجرحى هناك بسبب عدم توفر الدواء، وأيضا قوات العدو اعتقلت 2 من الجرحى المتبقين داخل المستشفى، وما زال أيضا المستشفى محاصر سيد يونس من قبل هذا العدو، وهو من يبطئ أيضا عملية الإجلاء. ما الذي استفاده العدو حاليا من يعني تمركزه وتحصنه في المستشفيات؟ يعني هل هناك من أثر تأثير نفسي مثلا على الداخل أو حتى انتصار حقيقي لديهم؟ ليس فيها أي انتصار كما تفضلت سابقا وتفضل الإخوة جميعا. هو كان مستشفى الشفاء له رمزية، يعني نحن في قطاع غزة لسنا دولة كبيرة، وبالتالي هناك وزارة داخلية أو دفاع مثلا يتمركز فيها أو أنها تعاد خط دفاع، وبالتالي إذا وصل إليه فمعنى ذلك أنه حقق انتصارا. المستشفى كان عبارة عن مكان كبير جدا، مجمع كبير يضم مئات عشرات ألاف النازحين، وكان أيضا يضم عدد كبير من الصحفيين، يعني إذا قلت بالمئات لا أبالغ، وهذه الأعداد كانت تقوم بواجبها، وكنا نرى كيف أنهم ينقلون الصورة ليل نهار. بالإضافة إلى ذلك كان هناك ناطقون إعلاميون سواء باسم حركات وطنية أو حتى باسم الداخلية الفلسطينية أو الإعلام الحكومي، وكانت هذه هي الحالة. أنا أعتقد أنه كان له هدف أساسي، هو مسألة ترحيل قسري للمعتصمين أو للنازحين الذين وصلوا إلى مستشفى الشفاء كانوا بعشرات الآلاف، وكانوا كذلك في الرنتيسي بعشرات الآلاف.
مسألة الترحيل أعتقد بأنها هي الأهم. ثانيا القضاء على هذا المكان كرمزية وكنقل للصورة من قطاع غزة. ثالثا هو البحث عن أدلة، البحث عن أدلة قد تقود إلى أسرى، ومحاولة إثبات أكاذيبه وأضاليله التي كررها على مدار 40 يوم، إنه هذه عبارة عن مقرات. ونحن كنا نشاهد مثلا الفيديو الذي نشره إعلام الاحتلال، إنه في تحت المستشفى غرف قيادة وسيطرة، وعندما دخل لم نعد نرى الفيديو القديم ولم نرى شيئا جديدا، وبدأ بإنشاء حفريات للبحث عن بنية تحتية للصرف الصحي وما إلى ذلك. هذه موجودة في كل العالم. بالمناسبة مستشفى الشفاء في مدينة غزة هو تعرض إلى تحديث في البنية التحتية في ثمانينيات القرن الماضي على يد الاحتلال. كان الاحتلال موجودا وهو الذي يعرف تماما البنية التحتية كيف تمت في المستشفى، وكان قد بنى مباني كثيرة منه. فهو وكان يهدف أيضا إرسال رسالة لجمهوره للقول بأنني وصلت إلى مكان حساس ومنطقة فيها مقر لحركة حماس، مع أنه المنطقة الشفاء قريبة جدا من الشاطئ. ما أود قوله هنا وهو ما قرأته الآن في المناسبة، وهو أن الاحتلال يقول، مسؤولون سابقون يقولون لقد بالغنا في الحديث عن أهمية مستشفى الشفاء. هذه المبالغة لأنهم لم يجدوا شيئا في الحقيقة، ونحن رأينا تلك الفضائح التي خرجت وكيف حذفوا الفيديوهات وأعادوها مرة. وهنا تضرب الرواية الإسرائيلية في مقتل في الحقيقة، لأنها لم تقوى على الوقوف على قدميها خلال 44 يوم. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل تستند إلى قوتها الهائلة وغطرستها المعروفة والإعلام العالمي الذي يتحالف معها بشكل كبير ويردد كالببغاء كل ما يقوله الإعلام الإسرائيلي، فلا تهتم للتفاصيل الدقيقة ولا تهتم لحبك الرواية الإسرائيلية بشكل جيد، فنراها تفضح. يعني معقول أنه بتأتي إلى مستشفى ومعك حتى قنوات؟ يعني كيف يمكن لمسؤول إسرائيلي متحدث باسم الجيش أن يخطئ خطأ رهيب عندما يشير إلى الحائط وعليه أجندة أيام الأسبوع فيقول بأنها أسماء المقاتلين أو حراس الرهائن الذين كانوا موجودين، وهي أيام الأسبوع. فأصبح السبت والأحد والاثنين والثلاثاء مقاتلين مع كتائب القسام. هذه الحقائق التي لم يستطع الاحتلال تجاوزها. نعم. طيب سيد عاطف، دعني أنتقل معك إلى نقطة جراء كما تحدثت، يعني هذا المأزق الذي يعيشه العدو وهذه الأزمة أيضا، وأنه أمام خيارات صعبة حاليا. هناك تصريحات قطرية يعني نحن على ربما حاليا سيكون هناك اتفاق في الأفق، وهناك خلافات لوجستية كما تم يعني وصفها. هل باعتقادك الآن سيخضع العدو لما قالته المقاومة ربما بما يتعلق باتفاق المحتجزين حاليا ويرضوا بشروط المقاومة؟ يعني قضية الأسرى من الواضح أنها قضية ضاغطة بشكل قوي على نتنياهو وفريقه الحكومي. خلال الأيام الفائتة المسيرة استمرت عدة أيام لأهالي الأسرى، التجمعات كانت حاشدة جدا، وبالتالي هناك ضغط حقيقي. ما تابعناه اليوم من تصريحات في وسائل الإعلام وتيرة الحديث اليوم عن قرب إبرام الصفقة تزايدت بشكل ملحوظ. صحيح. تم الإشارة إلى اجتماع أو تقديم موعد الاجتماع الوزاري للكابينة الإسرائيلي، لا ندري يعني هل هناك مستجدات فيما يتعلق بملف الأسرى، لكن المؤشرات التي تصدر تشير إلى أنه ربما إمكانية التوصل لصفقة ربما باتت أقرب من فترات سابقة. الجانب الإسرائيلي بالفعل يعيش مأزقا، ومأزق في التعامل مع الأسرى، مأزق في الجانب الميداني، مأزق في التعامل مع الضغوط الخارجية. وعلى فكرة موضوع التفويض الدولي، صحيح هناك شراكة كاملة من الجانب الأمريكي، ضوء أخضر كامل من بايدن وتبني للرواية الإسرائيلية بكل تفاصيلها، لكن اليوم حصل تطور مهم داخل الحزب الديمقراطي. زعيم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي ساندرز تحدث بشكل مخالف للموقف بايدن، بل دعا إلى وقف إمداد الجانب الإسرائيلي بالأسلحة والمعدات إلى أن يتم وقف الجرائم أو وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة. على المستوى الأوروبي هناك تحرك أوروبي متزايد، يعني المفوضية الأوروبية الآن بدأت يعني تلقي بثقلها في المنطقة، هناك أوروبية متطورة
محاولة لتعديل الموقف الذي كان شديد الانحياز، كان يقترب من الموقف الأمريكي، وهذا ينطلق من الشعور بأن هناك ضرر يلحق الموقف الأمريكي الأوروبي نتيجة المواقف السابقة. أنا أعتقد كل الأمور إذا تحدثنا عن الجانب الميداني ليس هناك إنجاز، وهناك ضغط على الأرض من قبل المقاومة. إذا تحدثنا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية فيما يتعلق بملف الأسرى تحديدا، هناك ضغط من أهالي الأسرى مؤثر على الجانب الإسرائيلي. وإذا تحدثنا عن الرأي العام الدولي، واضح أنه في ضغط كذلك بذات الاتجاه. أعتقد أنه أزمة الجانب الإسرائيلي تتفاقم، وهذا سيزيد حالة الارتباك. الخيارات ضيقة أمام الجانب الإسرائيلي، لا يستطيع أن ينهي حركة حماس ويحقق الأهداف التي طرحها، والتراجع كذلك صعب دون إزالة مصدر التهديد، وبالتالي ماذا يفعل نتنياهو والفريق الحكومي؟ نعم، نشكر تواجدك معنا السيد عاطف الجولاني المحلل السياسي المعروف وعضو الأمن العامة في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج. شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا، كنت معنا عبر سكايب. والآن نشرف معنا أيضا السيد حسام شاكر الخبير الإعلامي والمحلل السياسي المعروف. مساء الخير سيد حسام. مساء الخير، تحية طيبة لكم والمشاهدين والمشاهدات. تحية لك وأشكر انضمامك معنا سيد حسام. الذي كنت سمعت حديث ضيوفي بما يتعلق بما يعيشه الآن العدو من مأزق وورطة وخيارات صعبة، من خلال قراءتك الآن الوضع الميداني وهذه الإنجازات التي يعني تحققها المقاومة الفلسطينية حاليا، هل نحن على أبواب ربما هدنة حاليا واتفاق بما يتعلق بالمحتجزين؟ يعني من الواضح أنه تم التعثر في هذا الملف متعلق بتبادل الأسرى وملف الخاص بوقف إطلاق النار أو الهدنة كما تسمى. في تقدير الأمر يتعلق بتعنت معين من جانب الاحتلال الذي لا يبدو حريصا على إطلاق سراح أسرى ولا حتى أسرى الأجانب أيضا أو المحتجزين الأجانب في قطاع غزة، وهذا مؤشراته كثيرة. لكن في نهاية المطاف الموقف الميداني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال متماسك جدا، ويملك واضح اهتمام المبادرة في الميدان، وتوغلات الاحتلال في الآليات العسكرية تمثل معضلة مركبة له، فلا هو استطاع أن يحقق إنجازا يمكن الإشارة إليه بشكل واضح في حتى بالمفردات الأساسية لأي إنجاز، يعني بمعنى أنه الدخول إلى مقرات قيادية كما كان يتحدث أو إظهار صورة انتصار معينة إلى آخره، ولا استطاع هو أن طبعا من جانب آخر أنه أن يتوقع الردود الفلسطينية. التوغلات هذه تؤدي إلى وضع قواته وآلياته في مرمى الاشتباك المباشر، وبالتالي احتلال في مأزق جسيم. ويكفي أنه حاول في الأيام والأسابيع الأخيرة تسويق صور وهمية لاتصالات مزيفة على الأرض عندما يدخل بعض المقرات الفارغة ويلتفت الصور، أو عندما يتسلى جنوده بالتقاط الصور له ومقاطع من المدارس في قطاع غزة. هذه مشاهد تؤكد أنه خاوي الوصاف ولا يستطيع أن يقدم لجمهوره الصورة الحقيقية عن الانتصار. الانتصار العسكري الكل يعرف عناوينه، الكل يعرف أشكاله، أن يتحرك الجنود على الأرض حاسبي الرؤوس، أن يضعوا خوذاتهم، أن يلتقطوا الصور في حدود معالم الأبرز في قطاع غزة. هو يتحدث عن مستشفى الشفاء كل يوم، ويتحدث اليوم حتى في ظل تطورات عسكرية مهمة وسقوط الكثير من قواته وآلياته في الميدان، يتحدث ما زال عن مستشفى الشفاء والمنشرب بهذه الحكاية. وهذه طبعا حبكة لصرف الأنظار عن حقيقة الوضع الميداني، ولا يريد أن يقول لجمهوره ولا للعالم حقيقة الواقع الميداني الذي يواجهه، سواء من ناحية أنه لم يحقق شيئا يشار إليه، أو من جانب أنه يقترب جرائم حرب بشعة يحاول أن يبررها من خلال ادعاءات وحكايات مزيفة عن المستشفيات. طيب، انطلاقا من حديثك سيد حسام، كما تحدث الموقف الميداني بالنسبة للمقاومة متماسك حاليا، يجعلها ألا ترضخ ربما لأي ضغوطات معينة، خصوصا وأن تصريحات القطرية يعني كانت هناك، يعني كما صرح وزير الخارجية القطري أن هناك خلافات لوجستية فقط، إذا فبالتالي هل باعتقادك أن العدو سوف يرضخ حاليا لشروط المقاومة بما يتعلق بالاتفاق حاليا، وأنه من يعني من مبدأ أو من مكان قوة حاليا بالنسبة للمقاومة؟ لابد من أن نتواضع جميعا في مسألة التحليل، لأن الأمر لا يتعلق بالتحليل والتوقع، كل ما يجري هو خارج التوقعات. يمكن أن نفاجأ بالتوصل لاتفاق معين في أي لحظة، ويمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. لا أحد يستطيع اليوم أن يخمن
تحديدا كيف ستجري الأمور، لأن هذا يرتبط بجملة من العوامل والتغيرات التي تحدث ساعة بعد ساعة. وقد يسمع حديث عن قرب التوصل للاتفاق ثم نتفاجأ بأن مجزرة كبرى تحدث، بمعنى الاحتلال لا أمان له في نهاية المطاف، وهذا ما شاهدناه في الأيام الماضية. ويمكن أيضا أن نتفاجأ بانهيارات معينة في الميدان عند الاحتلال، أيضا أشياء كثيرة يمكن أن تحدث، وهذا أن يصطدم مع وضع التوقعات لما يجري. يمكن لكل شيء فيما يتعلق بهذا الملف أن يجري، لكن واقعيا لا توجد مؤشرات على صف التبادل في الأفق. لا توجد مؤشرات واقعية يمكن أن نعتبرها تمثل أو تدعم فرضية وصول اتفاق تبادل في الأفق. بالعكس، ثمة انهيار معين في جبهة الاحتلال، وهو في الظرف الحالي لا يستطيع أن يسوق اتفاقية ما مع المقاومة الفلسطينية. هو بحاجة ربما الذي يمكن أن يكون يمثل فارقهم بحاجة إلى شكل إنجاز معين يمكن أن يبرر له أو لجمهوره الإقدام على خطوة ستكون بلا شك فيها تنازل كبير للشعب الفلسطيني. نعم، الخبير الإعلامي والمحلل السياسي المعروف السيد حسام شاكر، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. سيد يونس، يعني نقطة مهمة ذكرها السيد حسام، يعني لا يمكن توقع ربما يعني ما الذي سيكون، سواء كان هناك هدنة أو حتى اتفاق حاليا، ولكن ربما الذي نستطيع توقعه حاليا المقاومة هي يعني الماسكة حاليا الميدان، وهي من تحقق انتصارات. هل هي قادرة الآن على الصمود رغم كل ما يحدث حاليا وليس هناك حتى غطاء يعني عربي سياسي داعم، وكما تتابع أيضا الموقف الأمريكي وهذا الضوء الأخضر، كيف تقيم ربما السيناريو القادم بالنسبة للمقاومة الفلسطينية؟ بصراحة يعني هذه الحرب أو المعركة بدأت على نحو غريب، وهي تستمر على نحو غريب، وأعتقد أنها ستنتهي على نحو غريب، لأنه أنت كما تفضلتي التكالب هذا والحشد العالمي ضد المقاومة الفلسطينية وظهورها وكأنها وحيدة، هي في الحقيقة وحيدة تقاتل في الميدان، وأيضا عقاب الشعب الفلسطيني بالمجازر والتجويع والتعطيش، مسألة لم يشهدها تاريخ الشعب الفلسطيني منذ 75 سنة وحتى اليوم، وهذا يجعل بالفعل هذه الحرب مختلفة عن كل الحروب الماضية. لكن هنا أود أن أسجل بعض الملامح المهمة التي نستطيع من خلالها معرفة ما يجري. أولا، العدو يقول منذ اليوم الأول بأن هذه الحرب بالنسبة له تعد حرب استقلال ثانية. صحيح. هو بيقول استقلال، هو ما عنده استقلال لأنه هو ما عنده وطن ونحن لا نعترف به، لكن هو بيعتبر أنه الحرب في 48 كانت لإنشاء الدولة واستقلالها وما إلى ذلك، ويعد هذه الحرب حرب استقلال ثانية. هذا يؤكد وأصبح معروفا الآن بأن الاحتلال تعرض إلى تهديد وجودي حقيقي استشعره الاحتلال، فتوحدت جبهته الداخلية، توحدت المعارضة، عملوا على تشكيل حكومة طوارئ، حكومة حرب، وبتجتمع ومجتمع اليوم بالمناسبة وموجود من ضمن الاجتماع اللي هو ضابط نيتسان ألون مكلف بالمتابعة الاستخبارية بخصوص الأسرة، موجود في الاجتماع معهم الآن. وهذا بيعطينا مؤشر أنه ممكن الأمور تذهب لنقاش موضوع الصفقة، فهذا يعطينا مؤشر بالإضافة إلى مجيء حكام العالم سواء بايدن، ماكرون، المستشار الألماني، كذلك سوناك البريطاني، كلهم جاءوا وجاءوا على طائرات عسكرية مدججة بالسلاح. صحيح. هناك كان استشعار بخطر وجودي يطال هذه القاعدة العسكرية المتقدمة الثابتة بالنسبة لهم، لأنه عندهم قواعد عسكرية كثيرة في بلدان عربية كثيرة، وعندهم أيضا حاملات طائرات تنتشر في كل المحيطات، 10-11 حاملة طائرات في كل المحيطات والبحار، لكن شعروا في تهديد حقيقي. الآن في ضوء حديث نتنياهو عن حرب استقلال يخوضونها، أنا أعتقد بأن الوصول إلى أي هدنة مهما كانت زمنيا قصيرة أو طويلة هي إنجاز للمقاومة، وهي بدء انكسار أو انحدار في ذروة الحرب. الآن الحرب دائما تصل إلى الذروة ثم تبدأ بالنزول إلى الأسفل، وهذا لذلك نتنياهو يحاول أن يحتفظ بالوقت. وكان قبل اقتحام الشفاء بالمناسبة ومحاصرتها كانت الأمور على وشك الذهاب باتجاه صفقة، وكان الحديث يتم عن بعض التفاصيل، وكانت شروط الاحتلال جدا سيئة، فالمقاومة رفضت بل تحدث الاحتلال فدخل الاحتلال إلى هناك. فمسألة أن تحدث صفقة ممكن أن تحدث في أي وقت، ولكن سيكون ثمنها هو انكسار حدة الحرب وتراجعها. يبقى أمر مهم جدا لا ولاحظ أن الإعلام يشير إليه، وهو أن هذه الحرب التي تدار لا شك أن هناك قيادة احتلال من المعارضة ومن غيرها، ولا شك أن هناك قيادة مقاومة أيضا. اللافت في موضوع قيادة المقاومة اليوم هي
ليس قراءتها فقط للمشهد الإسرائيلي بشكل عميق، إنما معرفتها الدقيقة جدا بأدق التفاصيل في المجتمع الصهيوني وفي التفكير الصهيوني. لذلك جاءت العملية على هذا النحو الضخم الكبير، ولذلك الآن أعتقد أن هذه القيادة، قيادة المقاومة، حيث هي لا أحد يعرف أين هي، تتابع مجريات الأمور في التجمع، أنا أسميه تجمع صهيوني، والجمهور الصهيوني بدقة شديدة جدا، كما أنها تتابع الإعلام العربي والإعلام العالمي وتعرف ما يدور. ودائما قبل وجود مثلا مسيرات ومظاهرات لعوائل الأسرى والمحتجزين نجد أنهم يسربون فيديو أو يتحدثون عن أن الاحتلال قتل مجموعات من الأسرى كما جرى يوم أمس. وهذا يعني، وفي الحقيقة هي قيادة المقاومة الآن جزء كبير منها، وعلى رأس قيادة المقاومة يوجد أسرى محررون جرى تحريرهم في صفقة تبادل أو عملية تبادل في 2011 شهر أكتوبر، وبالتالي هؤلاء قضوا في السجون قرابة 25 عام وأصبحت لديهم معرفة كبيرة جدا بالاحتلال، ويندم الاحتلال الآن لأنه أخرجهم في ذلك الوقت، لكن هذه أقدار الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها. لذلك أنا أقول أنه ما يحدث الآن لا يستطيع أحد أن يتنبأ به، قد تحصل مفاجأة في أي لحظة باتجاه سلبي أو إيجابي، لكن ما يمكننا القول وأنا أؤمن به إيمان مطلق أن أي احتلال في العالم لا يمكن أن يهزم شعبا، وأن الشعب الفلسطيني الذي تشكلت منه حماس وفتح والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي قادر على أن يشكل مجموعات أخرى. والغريب أن الاحتلال الذي يحتلنا منذ 75 سنة الآن يشكو من المقاتلين الحاليين والقيادات الحالية، ويقول يترحم على أيام الرنتيسي مثلا، لا، وعلى أيام أبو عمار، ويقول ليتهم موجودين، لأن من هم موجودون الآن أشد مراسا وأقوى شكيمة من أولئك، بالمعنى أنه يعاني منهم معاناة حقيقية، وهذا طبيعة الشعب الفلسطيني، أن الناس عندها أمل بالعودة والتحرير. نعم، دعنا نتوقف عند هذه النقطة سيد يونس، وأشكر تواجدك معنا في حلقة ليلى الصحافي الفلسطينية المعروفة سيد يونس أبو شكرا. جراد، شكرا جزيلا لك سيدي لضمك معنا، ونشكر كل من ضم معنا في حلقة الليلة سيد عاطف الجولاني المحلل السياسي وعضو الأمن العامة في المؤتمر الشعبي للفلسطينية الخارج، أيضا كان معنا مراسلنا من قطاع غزة وتحديدا من مجمع ناصر، وأيضا سيد حسام شاكر الخبير الإعلامي والمحلل السياسي المعروف. بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية، في أمان الله وعاشت فلسطين.